اشرقي يا شمس منا باشتياق للصباح، يومنا يوم جديد شق اثواب الكفاح، شق اثواب الكفاح. غنت الاطيار لحنا عانقت وجه السماء، تبعث الشوق الينا عبر الحان الغناء، عبر الحان الغناء. كلنا بهل جميل ووئام وسلام، ننشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام. يوم جديد ننشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام. يوم جديد هو الأول في شهر ربيع الأول. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تحظى بالقبول منكم في حلقة اليوم. الكثير والعديد من المواضيع كما هو معتاد، إشراقة قرآنية والتوقف في محطة الأخبار الصحفية لنقرأ أبرز ما طلعتنا به المطبوعات السعودية الصادرة لهذا الصباح. سيكون في فقراتنا أيضا واستضافاتنا لهذا اليوم في قهوة الصباح، مثلا سنبدأ بالحديث عن العاطفة لدى الأبناء، كيف ننمي هذه العاطفة، كيف نرعاها، كيف نحاول أن نعدل مسار العاطفة إن كانت قد أصابها أي انحراف. سنتحدث أيضا عن الكراث وهو تقرير للزميل عوض البكاري، الراصد كذلك وأبرز ما تناولته شبكات التواصل الاجتماعي من عدد الزميل عبد الرحمن باوزير. إيش بنقطع نفسي كذا يا محمد صالح؟ خلاص نفسي رجع لي. الذكاء الاصطناعي مع الدكتور ماجد المرعشي سيكون الحديث عنه، كيف هو، ما هو الذكاء الاصطناعي، كيف نصنع اليوم طرق عملية بإذن الله تعالى. كل هذا وأكثر بعد إشراق القرآنية. يوم جديد. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. هذه الآية فيها جزء من أعظم ما جاء في القرآن. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. نعم، والعاقبة للمتقين. جاءت هذه الآية خطابا من موسى عليه السلام لقومه، لبني إسرائيل، لما عظم عليهم الخط، عظم عليهم الظلم من فرعون. وكذا أيضا جاءت نفس الآية في قصة قارون، لما قال الله جل وعلا، لما خسف به وبمن معه وبداره وبأمواله، قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وفي آية أخرى قال: والعاقبة للتقوى. وقال في آية أخرى: والآخرة عند ربك للمتقين. نعم، أهل المتقين لهم العاقبة في الدنيا وفي الآخرة. يبعث النبي يوم القيامة، رسول من رسل الله، يبعث يوم القيامة وليس معه أحد، ويبعث معه الرجل الواحد، ويبعث معه الرجلان، لكننا نعلم ونتيقن أن العاقبة للمتقين. نعم، يا أيها الداعية إلى الله، العاقبة لك وإن لم تظهر ثمرتك، ثمرت دعوتك في الدنيا. يا أيها المجاهد في سبيل الله، العاقبة لك وإن لم يظهر نصرك في الدنيا. هذا شيخ الإسلام رحمه الله لما لقي التتار، وكان التتار قوم يخيفون المسلمين، فخاف الناس وفزع، فقال لهم شيخ الإسلام رحمه الله: والله إننا لمنصورون، والعاقبة للمتقين. قيل له: قل إن شاء الله، فقال: أقولها تحقيقا لا تعليقا. فانتصر المسلمون على التتار. فالعاقبة يا أخي المبارك لأهل التقوى، اتق الله عز وجل وسيفتح الله عز وجل لك أبواب الدنيا وأبواب الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين يا ذا الجلال والإكرام،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يوم جديد انشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طيوب يقول كني عجوز كبير يا اخي خلاص شيبنا طيوب ايش تبغى. حضور الكرام اللي قاعدين يشوفونا خلف الشاشات نقول لكم اليوم انه ان شاء الله تعالى حنكون معنا اخبار. عجبك يا محمد الشرقاوي؟ الاخبار تقول انه التجاره تتلف 157 الف سلعه منتهيه الصلاحيه في الاحساء. هذا الخبر من صحيفه عكاظ. اذا تلفت وزاره التجاره والصناعه أكثر من 157 ألف سلعة غذائية واستهلاكية فاسدة كانت معروضة للبيع في أسواق الأحساء، اشتملت على كميات كبيرة من السلع الغذائية والمواد التجميلية، فيما استدعت الوزارة أصحاب المحال المتورطة للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وفي صحيفة الرياض نطالع تقرير لنزاهة يرصد استغلالا في خدمات المواطنين، حيث رصدت هيئة مكافحة الفساد خلال العام المنصرم حالات فساد وإهمال ونقص في توفير الخدمات المقدمة للمواطنين وتلاعب واستغلال من بعض من أؤتمنوا على توفير الخدمات. ومن أهم ما لاحظته كثرة التعديلات على الأراضي الحكومية والتبذير في استخدام الأموال العامة وضعف الرقابة عليها واستخدام الاعتمادات المالية في غير الأغراض المخصصة لها كما تقول الصحيفة. عنوان ورد في صحيفة الشرق الأوسط قالت المكتبة العامة قصة معاناة مع ثالوث الندرة والقلة والضعف. في الوقت الذي تحاول فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة بذل جهود لتطوير واقعها، تعاني المكتبة العامة في السعودية من إشكاليات جوهرية عطلت من إمكانية الاستفادة منها. وخرجت الصحيفة بأن هناك ثلاث إشكاليات رئيسة تعيق حيويتها، تتمثل في قلة الإمكانيات وضعف التواكب مع تطورات وندرة الحضور مع القراءة، مما جعل هذا الثلاثي محور حكاية معاناة المكتبة العامة في السعودية. اقتصادية وإنتاج نسخة رقمية من القرآن وإتاحتها مجانا لعموم المسلمين. إذ أكمل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة مشروعه في إنتاج نسخة رقمية كاملة من مصحف المدينة النبوية المطبوع في المجمع بالصياغة التقنية، رسم المتجهات ووثيقة PDF وصور ذات جودة عالية وخط حاسوبي. يأتي هذا المشروع في إطار الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال وسائل الإعلام والاتصال وتطوراتها المتتابعة في خدمة كتاب الله وترجمة معانيه وجعلها متاحة لعموم المسلمين مجانا. أخيرا إلى صحيفة المدينة وفيها نقرأ دراسة تقول البدانة تسبب الصمم، حيث وجدت دراسة جديدة أن زيادة الوزن قد تؤدي إلى مشكلات ربما تصل إلى فقدان السمع. وقد شارك في الدراسة التي استمرت 20 عاما حوالي 70 ألف امرأة، وأكد الباحثون أن هذا ينطبق أيضا على الرجال رغم تركيز الدراسة على النساء. وأوضحت الدراسة خطورة السمنة على السمع رغم أخذ الباحثين في الاعتبار عوامل أخرى معروفة في التأثير على السمع مثل التدخين. يعني ما نعرف، كل يوم يطلع لنا دراسة جديدة، بس إن شاء الله يا رب يحفظ لنا أسماعنا لأنه حقيقة الكروش موجودة. طيب مشاهدينا الكرام سننتقل الآن إلى تقرير للزميل الحسن الحدادي عن جائزة الأداء المتميز ثم نعود. يوم جديد إن كان للتميز عنوان فعنوانه جائزة الأداء المتميز للمعلمين، جائزة احتفلت بها جدة يوم الاثنين الماضي لتكون هذه الجائزة في عامها الثاني، والتي تقدمها مؤسسة معالي السيد حسن عباس شربتلي رحمه الله الخيرية بإشراف من جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، تكريما لأهل القرآن من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، تقديرا لأدائهم المتميز. وبعد القرآن وكأول فقرة تقص شريط الحفل كانت الكلمة لسعادة المهندس عبد العزيز حنفي رئيس خيركم، رحب فيها بالحضور أجمع. الآن الجائزة تشمل جميع المعلمين ومعلمات مشرفين ومشرفات في المملكة العربية السعودية، وتميزت هذا العام حقيقة بدعم ومساندة مؤسسة الوالد معالي السيد حسن عباس شربتي رحمه الله، وهم تولوا تقديم الجوائز وإقامة هذا الحفل المبارك للإشادة بهذه الجائزة.
ولأهل البذل والعطاء والفضل بعد الله كلمة ألقاها نيابة عنهم حفيد السيد حسن شربتلي الأستاذ سلطان التركي، تحدث فيها عن أهداف الجائزة وعن سبب دعمهم لها. كان معالي السيد حسن أبان شربتلي رحمه الله من أوائل الداعمين لحفظة القرآن الكريم منذ يعني النبتة الأولى لإنشاء مؤسسة تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة، وكان يرحمه الله من أول الداعمين الذين طبعوا كتاب الله سبحانه وتعالى وترجمت معانيه لعدة لغات وتوزيعه بالمجان في حياته لعدة مرات. بعدها جاءت الكلمة المرتقبة وهي للشيخ الدكتور خالد الغامدي إمام الحرم المكي الشريف، عبر فيها عن سعادته الغامرة بمشاركته لأهل القرآن وأشاد فيها بهذه الجائزة وقال عنها جائزة فريدة من نوعها. حضوري في هذه الليلة حقيقة هو مشاركة لإخواني وزملائي المعلمين المشرفين وكذلك المعلمات والمشرفات اللاتي أكرم في هذه الليلة، وهو شعور لا أستطيع أن أصفه، ينبع من الفرحة بالقرآن، والفرح بالقرآن مطلوب شرعا كما قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يعني بالقرآن وبالإسلام، وهذا من أعظم بل هو أعظم ما يفرح به في هذه الدنيا. وفي نهاية الحفل جاء الوقت الحاسم الذي ينتظره الجميع، أعلنت فيه نتائج المسابقة بفروعها المختلفة. طبعا مشاعري مشاعر لا توصف، أهدي هذه الجائزة لمن له اليد الأولى هي الوالدة حفظها الله تبارك وتعالى وشفاها، فأهدي لها هذه الجائزة لأنها كانت لها قدم السبق في دعمي لهذه الجائزة. وبهذه الفكرة الجميلة التي سعت لتحقيق التميز والارتقاء بالجوانب التعليمية والتربوية والإدارية في المعلم من خلال معايير خاصة لتقويم جودة الأداء ليكون هذا المعلم أنموذجا يحتذى به في عصر التميز ومجتمع المعرفة. في كبرى الشركات والمؤسسات هناك جائزة للتميز الوظيفي، وأيضا هنا في خيركم جائزة لأفضل معلم تميز في أدائه تثمينا من الجمعية للجهود المباركة التي يقدمها المعلم. من جدة لقناة المجد الفضائية، الحسن علي الحدادي. يوم جديد انشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام جاء من بعد الظلام. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونتواصل في حلقة يوم جديد والحديث فيها عن العاطفة في أبنائنا. ما هي العاطفة لدى الأبناء؟ وهل بالفعل ما نشاهده اليوم من أحاديث المتخصصين في هذا المجال مجال التربية بأن التربية لابد أن تكون بنوع معين؟ طب وإحنا كبرنا وكنا نتلطش وإحنا صغار وشينا ألف. فكل هذه الأشياء سنطرحها بإذن الله تعالى في حديثنا مع الأستاذ نزار رمضان مدير الجودة في مدارس الأكاديمية، وهو كذلك الكاتب في صحيفة عكاظ والمستشار التربوي والأسري. أستاذ نزار أسعدتنا في قهوة الصباح. أهلا بك أستاذ علي. أعطوك قهوة ولا بس موية؟ والله قهوة على الريحة. طبيعي موية الصباح نسميها. أستاذ نزار، يمكن إحنا لما نقعد نجتمع كذا الكبار في السن خلينا نقول شوية بنقول إنه احنا اليوم اسلوب التربية تغير كثير، انه الاب اليوم لابد يراعي العاطفة عند ابنه، يراقب الموضوع ده يعني في هذا المجال، بينما احنا كبرنا وما احتجنا كل هذا النوع من الجودة في التربية. هل بالفعل اليوم في جيل خلينا نقول طلاب المدارس واللي انت محتك بهم في ناس محرومين عاطفيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكرك أستاذ علي على هذا الموضوع المهم الذي نحتاجه جميعا كأطفال، كمراهقين، كآباء، كمربين، كمعلمين. عندما نتحدث عن الجانب العاطفي لدى الأبناء نحن نتحدث عن شريحة من الشرائح التي يعني هي في الغالب مهملة من هذا الجانب العاطفي، وخصوصا في الأيام الأخيرة وفي حدوث الطفرة التكنولوجية وفي حدوث
ألعاب الترفيه وغيرها من الأمور، فأصبح هذا الابن محروما عاطفيا، نستطيع أن نؤكد ونجزم بذلك، هذه حقيقة. ولكن في بداية طرحك للموضوع أننا يعني في أثناء طفولتنا نحن تعرضنا إلى نوع من أنواع الضرب، نوع من أنواع الإهانة، ورغم ذلك كان هناك نجاحات. أنا أختلف معك في هذا، لم تكن لدينا نجاحات على المطلق العام، نحن نتحدث على الشعور الأممي، نحن نتحدث عن شعور الأفراد، هذا ناجح في وظيفته وقد لا يكون ناجح في بيته، قد يكون ناجح في بيته وليس ناجحا في أسرته. فإذا نظرنا إما حولنا، لأن هذا الجانب هو الذي يضبط الجوانب الأخرى تماما، بمعنى إذا أردت أن يكون هناك إبداعا لدينا في مدارسنا وفي حياتنا وفي مخترعاتنا لابد أن يكون هناك عاطفة. ولذلك هناك كاتب بريطاني اسمه دانيال جولمان صدر كتابه في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، هو كان عن الذكاء العاطفي، فكتب في مقدمة: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والحديث متفق عليه، بمعنى أستاذ علي إذا أردت نجاحا في حياتنا، إذا أردنا إبداعا، إذا أردنا تقدما على الأمم، إذا أردنا أن نكون رقم واحد على مستوى العالم، فلابد أن نهتم بهذا القلب، والقلب يمتلئ بالحب ويمتلئ بالشعور ويمتلئ بتقدير الذات ويمتلئ باحترام هذه الفئة المهمة منذ بداية مولده ومنذ ظهوره إلى الحياة. العجيب أستاذ علي أن في الأبناء الذين ينشأون في ملاجئ يضمر المخ لديهم ويتأخر في النمو، لأن الذي يعطيه الحب والحنان من خلال المادة، يعطي له لعبة، يعطي له أرجوحة، أغاني، أنشيد يلعب معه، ولا يعطي له حبا وحنانا كحنان الأم وكعاطفة الأم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يحثنا على أن يعني نمسح على رأس اليتيم حتى تكون هناك في تواصل، في تربية باللمس، في تربية بالهمس، أن يكون بيني وبين ابني عاطفة قوية، ليست من خلال الآلة، ليست من خلال لعبة أعطيها لابني، ولكن من خلال أنني الابن يبتسم لدي ويبتسم لي الطفل الصغير وينتظر مني أن أبتسم إليه، وهذا تبادل عاطفي، وهذا شعور جميل، وهذا شعور جم ينمي لديه أشياء كثيرة نغفلها نحن. ما الرابط بين ما قلته أستاذنا والذكاء؟ يعني عندما نتحدث عن الذكاء العاطفي هناك عدد من الذكاءات التي توجد لدى الأبناء، نحن نركز على ذكاءات معينة، نريد أن يكون متميزا في الدراسة، نريد أن يكون متميزا في مجال الرياضيات أو العلوم وغيره، ونهمل أن علماء النفس يقولون أن نجاح الأفراد معتمد على الذكاء العاطفي وليس على الذكاء التعليمي والعقلي. لأنني إذا هذا الابن لم أعطيه حبا واحتراما، لم أعطيه تقديرا لذاته، لم أحترمه، لم أتقبله بما هو عليه، لن يستطيع أن يعطي. هل الذكاء العاطفي يكون تجاه الأطفال أم صادر منهم؟ نعم، هي عملية تبادلية، نحن نتحدث عن كتلة كاملة من الجوارح، من المشاعر، لا بد أن تنمى سواء كان في الكبير أو في الصغير. ولذلك عندما يعني تقول لي كيف أنمي مثلا الذكاء العاطفي لدى الأبناء، أقول لك لا بد أن يكون الأب والأم لديهم ذكاء عاطفي عالي، لا بد أن يكون لديهم قبول لذواتهم كبير حتى يستطيعوا أن ينقلوا، ويعني القلب الفارغ لا يستطيع أن يعطي لهؤلاء وهو فارغ. لن أستطيع أن أطلب من ابني يعني مثلا الذي ولد معي ويتكلم معي بالعربية وأطلب منه أن يتكلم لغة إنجليزية، فكذلك أنا لم أعطيه حنانا ولم أعطيه حبا ولم أعطيه ودا، أطلب منه الحب والحنان والود. إذن يعني وصلنا لنقطة كي نبني عليها بأن الذكاء العاطفي أو العاطفة لابد أن تبنى لدينا نحن الآباء. نعم. في المقام الأول، من ثم ننقلها إلى الأبناء. إذن كيف يمكن أن نبني الذكاء العاطفي لدينا نحن الكبار؟ أولا لابد أن نعطي مساحة لأنفسنا بأن نهتم بأنفسنا. أحيانا يكون الأب والأم في ضغوط شديدة جدا ولا يهتموا بأنفسهم من ناحية الجمال، من ناحية الأناقة، من ناحية الهندام، من ناحية قبوله لنفسه، فهو يشعر أحيانا بأنه مضغوط داخل عمله وأنه فاشل في عمله، أو أنها مضغوطة أن لديها أبناء مزعجون مثلا.
هذا يعطي نوع من أنواع الإهمال بالنفس. إذا أهملت نفسي فسيكون الذكاء العاطفي والحب والعاطفة لدي تنحدر وتقل، وبالتالي لن أعطي لأبنائي شيئا لأنني لم أهتم بنفسي حتى أهتم بهم. فهذا أولا، لابد أن أعطي مساحة لنفسك الاهتمام بنفسي. ثانيا، لابد أن أعبر عن مشاعري بكل دقة، ولا أستحي من التعبير عن مشاعري. نحن تربينا كأطفال، الذي يبكي ليس رجلا، وبالتالي هو يكبت في داخله ويعني حتى ينفجر فيما بعد. فنريد أن نعبر عن المشاعر، نريد أن نعبر لأبنائنا، لأصحابنا، لزملائنا، لزوجتنا، نعبر عن ما نشعر به من الغضب، من الخوف، من القلق، من التوتر، حتى يكون هناك نوع من أنواع الاستطراق العاطفي بيننا وبين بعضنا البعض. الذي لديه ذكاء عاطفي عالي يعطي للذي ليس لديه ذكاء عاطفي. قلت نقطة مهمة جدا، وضحكوا علينا ونحن صغار، الله يسامحهم يا رب، الرجال ما يبكي، دموعنا جفت وإحنا كنا نخاف. اليوم يعني هل من الصحي عاطفيا أن يبكي الأب أمام أبنائه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكى على فراق ابنه إبراهيم ودمعت عيناه وحزن، وأعلن هذا على الملأ أثناء دفنه، فبالتالي ليس من العيب، وهو نوع من أنا أتكلم عن الأبناء، يعني يمكن قدام الناس هذا شيء آخر، بس أنه قدام أبناء، يعني البعض يقول أنه أنا في حالة أنه أنا بكيت أو عبرت عما يعني بداخلي أمام أبنائي، ربما يعني تهتز الثقة في أبيهم بأنه بكى أمامنا، بأنه يعني كل هذه الأمور ما راح تنعكس. يعني نريد أن نفرق بين التعبير عن المشاعر وبين ما يترتب عليها، يعني من الآثار. أنا عندما إحنا نقول في الفيزياء، يعني عندما تزداد القوة، أنا كنت أغيب في حس الفيزياء يعني، فأقول اللي تبغاه وأنا أقول لك صح. الضغط عندما يكون هناك قوة، تكون القوة على المساحة، فإذا زادت المساحة قل الضغط. يعني بمعنى لو أن لدي مشكلة وجيت وأتيت إلى علي وقلت له يا علي أنا لدي مشكلة الفلانية تؤرقني وتتعبني، وذهبت إلى أمي وذهبت إلى أختي، توزعت هذه المشكلة وكبرت المساحة، وبالتالي قل الضغط علي. فما بالك إذا أنا جلست أكبت في نفسي وأمنع نفسي من التعبير عن ما لدي من مشاعر، بالتالي سيكون هناك علي ضغط إلى أن ينفجر هذا. جميل. الأب أو من يتعرض إلى هذه الضغوط. يمكن تكلمنا عن الأسرة، ولكن الدور الأبرز عليكم أنتم العاملين في حق التعليم حقيقة، ولعل الأيام هذه يمكن بيشوفونا في الإعادة، يمكن الصباح المدرسين في المدارس، لكن متأكد أنه كثير من الطلاب والمعلمين بيشوفوا الإعادة للبرنامج. دور المعلم في هذا الجانب؟ والله الأسرة والمعلم يمتلكون الكثير في نمذجة وإعادة النموذج الأمثل للطالب المتزن والمتكامل شخصية. نحن لابد أن يكون في المدرسة ما يسمى بالبيئة الإيجابية التي تنمي الذكاء العاطفي. هذه البيئة الإيجابية ما نطلق عليها خمسية مهمة جدا، منها إعطاء الحب بلا شروط. لأنا لا أحب علي من أجل علي وذاته، وليس من أجل تفوقه، وليس من أجل سلوكه، ولكن أحبه لذاته. نريد أن نربط أنا أحب علي لذاته وليس أحب لفعله، فهذا أمر الله يكرمه، أحبك الله رحمتني فيه. الأمر الثاني، لابد أن يكون في هناك احترام. إذا احترمت أنا الطالب سيحترمني، وإذا أعطيت باليمين سيعطيني هو، فلا أريد أن أطلب منه دون أن أعطي له. فلابد على المعلم أن يعطي، أن يعطي احتراما سيأخذ احتراما، أن يعطي حبا سيأخذ حبا. فلابد أن تكون البيئة محتوية حتى نستطيع أن يكون هؤلاء الأطفال وهؤلاء الطلاب لديهم ذكاء عاطفي عالي. لابد أن يكون هناك حب، لابد أن يكون هناك احترام، لابد أن يكون هناك تقدير للذات، لابد أن يكون هناك تقبل بسلوكياته وبأموره، وليس معناه التقبل أنه القبول. قد يأتي إلي بقصة شعر مختلفة ومزعجة، قد يأتي إلي بشكل سلسال أو غيره من البلابس، ليس معناه قبول لهذا الفعل، ولكني أتقبل هذا الشخص لأنها من خصائص نموه أو غير ذلك، حتى يعني يكون متزنا فيما بعد، وأفعل له برنامجا عاطفيا نستطيع أن نحتويه من خلاله بإذن الله تعالى. وإذا المخرج قال نختم، نتقبل ولا نقبل؟ لا، ما نقدرش نقول له حاجة، ده المخرج نقبل. مشاهدين الكريم، شكرا للأستاذ نزار رمضان حقيقة مدير الجودة في مدارس الأكاديمية، وكذلك الكاتب في صحيفة عكاظ والخبيرة الأرسل. شكرا جزيلا. أهلا بك. مشاهدين الكرام، سننتقل إلى دقيقة لصحتك ثم نعود مع الراصد.
عرف البشر الكراث منذ القدم، فقد استخدمه الطب القديم كوصفة علاج للعديد من الأمراض، وأكدت الدراسات العلمية الفوائد الطبية والعلاجية للكراث. ومن أهم فوائده تأثيراته الإيجابية على الأوتار الصوتية، فيطهر القصبة الهوائية ويعالج خمود الصوت ويحسنه، وله تأثير على الجهاز التنفسي فيعالج الربو والسعال والتهاب البلعوم، كما أنه يسهل عملية الهضم، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية. وبينت الدراسات وجود علاقة بين الأكل المنتظم للكراث وانخفاض خطر الإصابة بمرض القلب والسكتة، كما أن عصير الكراث يفيد في إيقاف الرعاث. يوم جديد انشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذه الدقيقة لصحتك وحديث الزميل عوض البكاري عن الكراث. الراصد ما الذي جاء به الزميل عبد الرحمن باوزير في إعداده لحلقة اليوم الخميس؟ أدرج تطبيق واتساب البارحة على متاجر أندرويد الماركت علم المملكة العربية السعودية ضمن رموز البرنامج، بالإضافة إلى 33 علامة من علام الدول المختلفة بينها مصر والإمارات وتركيا، بعد أن كانت العلامة المتوفرة 10 علام فقط، وينتظر أن تصل الرموز الجديدة لكافة نسخ الواتساب قريبا. في الفيسبوك، من أكثر منشورات الفيسبوك المتداولة البارحة والحصل على أكثر من 650 إعجاب، منشور عن الصلاة كتبه الشيخ محمد الحسن بن الددوي الشنقيطي على صفحته الرسمية، قال فيه: على الإنسان إذا أقبل على الصلاة أن يطيل النفس في الصلاة، وأن يعلم أن هذا الوقت الذي يقتطعه من وقته هو الوقت الذي أذن له الله بالمناجاة فيه. جميل. وفي تويتر، من أكثر التغريدات تداولا والحاصلة على أكثر من 400 تويت، تغريدة الكاتب صالح الشيحي، والتي كتب فيها: قيل لابن سيرين حينما خسر ثروته: خسارتك عظيمة. فقال: هذا ذنب انتظر عقوبته منذ 40 سنة. فسألوه: ما الذنب؟ فقال: عيرت رجلا وقلت له يا فقير. ومن أكثر الصور على فيسبوك تداولا صورة حديثة للطفل الشهير بطفل النجاح بعد مرور 5 سنوات من التقاط الصورة الأولى، والتقطت هذه الصورة الثانية وهو في نفس الوضعية التحدي التي اشتهر بها في تلك اللقطة. ومن مقاطع اليوتيوب المرئية والحلقة 9 من البرنامج اليوتيوبي جدد وعيك من تقديم الأستاذ أحمد السيد، نشاهد ثم نعود لبقية الفقرات. يوم جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. لازلنا وكما تعودنا في هذه الحلقات نقدم حديثا في ثواني معدودة يجدد وعينا في قضية نحتاج إليها في حياتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حديث رواه البخاري، وهذا الحديث يطمئننا كثيرا على أن كثير من الوساوس التي ترد على النفس وحتى بعض المعاصي اللي ممكن تكون خطرت على الإنسان وتركها، إنه كل هذه الأشياء ما يحاسب عليها الإنسان، لكنه يحاسب على الشيء اللي عمله والشيء اللي تكلم به. وهذه شريعتنا الإسلامية تراعي أحوال الناس، وهذه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجدد وعينا ونتعلم منها الثقافة والحكمة. يوم جديد انشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفيديو الجميل. وصلنا إلى آخر الفقرات في يوم جديد ومع الدكتور ماجد المرعشي، والحديث عن الذكاء الاصطناعي. حقيقة ما راح أفتي كثير في تعريفاته لأنه اللي قرأته يمكن ما يتوافق مع اللي حيقوله الضيف، بالتالي نعطي الخبز لخباز ونرحب بالدكتور ماجد. أهلا وسهلا فيك دكتور. الله يبارك فيك. سعداء جدا. ما قرأت إلا كل علم خير. الله يديك العافية يا رب. الذكاء الاصطناعي حقيقة سمعنا عن أشياء كثيرة اصطناعية، سمعنا عن يعني ما في شيء اللي صار اصطناعي.
لكن الذكاء كيف يمكن الذكاء أن يصنع؟ جميل. يعني استمتعنا بالحديث مع الدكتور نزار يعني قبل دقائق حول الذكاء العاطفي. جميل. وهو أحد الذكاءات البشرية. صحيح. هناك ذكاءات بشرية أخرى، الذكاء الاجتماعي، الذكاء صحيح. الخيالي، الذكاء الهندسي وغيرها من الذكاءات، الذكاء اللغوي. لكن الذكاء الاصطناعي يمكن يكون غريب شوية. يعني هو كثير ممن يعني أقول له تخصصي هو الذكاء الاصطناعي يستغرب، يقول إيش هو الذكاء الاصطناعي؟ وأنا هقول لك إيش هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ببساطة هو محاولة تقليد ومحاكاة يعني الذكاء البشري والحيواني، وصنع برامج تقوم على هذا الأساس. برامج حاسوبية. برامج حاسوبية، صنع وتصميم برامج حاسوبية تحاول محاكاة عقل الإنسان والحيوان لصنع برامج تؤدي بعض مهام التي يؤديها الإنسان أو الحيوان بذكاء. جميل. لأن البرامج التقليدية في الحاسب الآلي، يعني البرمجة التقليدية هي برمجة ليست ذكية، بمعنى أنها يعني شيء يقول المبرمج فقط. لكن نريد البرنامج هو يفكر، هو يعني عنده سلسلة حل المشكلة. جميل. أو التي تسمى الخوارزمية، خوارزمية الحل. حقيقة حتى يعني لتبسيط الأمر، يعني حتى يعني الإنسان السباك أو الميكانيكي أو غيره لما تودي سيارتك عنده تجد أنه سبحان الله هو يستخدم خوارزمية في عقله. فمثلا إذا أول حاجة يشيك عليها ستيب نمبر ون، يعني الخطوة صحيح. الأولى، هل السيارة تشتغل أو ما تشتغل؟ إذا كانت تشتغل السيارة عندنا إذا الآن صحيح. نذهب إلى الخطوة الثانية وهي مثلا شيك على البطارية، إذا لم تشتغل شيك على البطارية، إذا كانت تشتغل مثلا شيك على شيء آخر، وبهذا الشكل خطوة وبعد خطوة حتى يحل المشكلة. هذه الخطوات المتسلسلة يمكن لنا أن نضعها في برنامج. جميل. وتكون يعني يعني تؤدي بعض أداء. وين وصلنا في هذا الموضوع؟ يعني ربما يعني المطلع اليوم، يعني الإنسان اللي يطلع على بعض المنشورات الإعلامية حول أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته يظن أنه وصلنا إلى شيء كبير. والحقيقة أن تطبيقيا نعم وصلنا إلى أشياء كثيرة، لكن أبرزها ديني كذا حاجة وصلنا لها اليوم في موضوع البرمجة الذكية، لأنه مستمتع جدا حقيقة. الله يبارك فيك. يعني ممكن أن السيارات الأخيرة هذه الآن يعني اللي جات توقف من نفسها، توقف من نفسها، هذا تطبيق من تطبيقاتها. من تطبيقات مثلا التطبيقات الحقيقة اللي يعني كثيرة جدا، أنت لو فتحت الآيباد اليوم ولا يعني الأنظمة الجديدة هذه حتى الجوالات تجد أن هناك برامج أنظمة خبيرة، أنظمة خبيرة يعني ربما طبية تدخل بعض البيانات حول نفسك وكذا وحول بعض الأعراض، ثم تعطيك الـ يعني إيش المحتمل من الأمراض أو كذا وماذا تفعل. هذه يسمى أنظمة خبيرة، أنظمة خبيرة لها تطبيقات كثيرة جدا. جميل. طيب أعتقد أن الذكاء الاصطناعي حسب ما فهمت منك اليوم يعني مبني على الذكاء العادي اللي هو المبرمج أو الكرياتيف اللي بيحط الخطة لهذا البرنامج، أو يعني هو في الأخير برنامج بس أنه إيش استخداماته، هل هو في سيارة ولا في جهاز كمبيوتر عادي ولا شيء، هو مبني على الذكاء الطبيعي. متى نقدر نقول على الشخص المتخصص بأنه قادر على أنه يخرج منتج بذكاء اصطناعي عالي؟ جميل جدا. حقيقة أنه يعني يمكن أنا أحب أتكلم في نقطة هنا، المتخصصين في هذا المجال حقيقة بالذات في عالم العربي يمكن يقولون قليل يعني. والمجال هذا في تطبيقاته هناك آلاف التطبيقات التي يعني يمكن أن تغير كثيرا حقيقة في 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 حياتنا وفي أسلوبنا وفي طريقتنا وتحفظ أوقاتنا. لكن أريد أيضا أن أذكر يعني أنت ذكرت أن الذكاء العادي هو حقيقة الذكاء البشري والحيواني. العلماء بعد ما برمجوا لي يعني لعقود ويعني تطورت نظم الحاسب اكتشفوا إنه هذه الأنظمة لا تعد أن تكون مجرد يعني برمجة تقليدية. وجدوا إنه عقل الإنسان يعني عندما درس في علم النفس المعرفي وغيره يعني استطاعوا يعني فعلا تأكدوا إنه هذا العقل مركب بطريقة سبحان الله يعني معقدة جدا، ويعني بال يعني يقولون فيري كومبلكس يعني جدا معقدة، ونحتاج إلى أن نفهم كيف يعمل هذا العقل حتى نصدر ذكاء يقارب
هذا الذكاء. طبعا يعني المقارنة ليست يعني موجودة، لأنه العقل الذي أوجد هذا الذكاء هو عقل الإنسان، فلا يمكن المقارنة بين الاثنين، وهو الذي يضع خوارزمية الحل. مثال على ذلك مثلا يعني بطل العالم في لعبة الشطرنج الروسي اسمه أظن كاسبروف، IBM أو شركة أخرى لا تذكرها، يعني صنعت برنامج لي يعني عمل المبرمجين عليه سنوات طويلة جدا لصنع خوارزمية لكي تهزم هذا البطل. هذا البطل جميل. وفي المرة الأولى استطاع هو أن يهزم هذا البرنامج، ثم عمل البرمجيون يعني وعلماء الذكاء الاصطناعي على خوارزميات جديدة وكذا، حتى استطاعوا أن يأتوا الخوارزمية هزمت بطل العالم في الشطرنج. الشطرنج مثال حقيقة على خوارزمية الحل، يعني هناك احتمالات، الاحتمال الأول يذهب إلى هنا ثم الخطوة التالية كذا، ربما يفعل كذا، عليك أن تفعل كذا، فهذه كلها حقيقة هي استخدام. يعني لو عرفنا الذكاء الأساسي يعني سبحان الله، الذكاء ببساطة قلنا هو استخدام المعرفة، الخبرات، المقدرة والرموز والتعبيرات لحل مشكلة معينة، لإيجاد حل مشكلة معينة. جميل جدا. طيب الحديث هذا يعني يمكن الذكاء العاطفي تكلمنا فيه مع الأستاذ نزار عن المدارس والطلاب والأسرة، لكن أشعر أن الذكاء الاصطناعي ربما موجه بشكل أكبر لطلاب البرمجة في هو للجميع حقيقة، لكنه متخصص أكثر. اليوم عندنا آلاف الدارسين والدارسات في كليات البرمجة، كيف يمكن أن نحض ونساعد هؤلاء الطلاب على إخراج منتجات تضاهي خلينا نقول من استطاعوا أن يهزموا الروسي بطل الشطرنج، ويخرجون برامج خلينا نقول مننا وفينا؟ جميل. يعني ببساطة الآن يعني المستوى الأول للتفكير ربما هو اللي نعرفه هو التفكير، لكن المستوى اللي أعلى منه هو الوعي الذي هو يعني نفهم كيف نفكر أساسا، فنغير من طريقة تفكيرنا. هي نفس الطريقة، المبرمج يحتاج أن نغير طريقة تفكير أو أن يعي وينظر من 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 يعني درجة أعلى لكيف هو يبرمج، كيف هو يفكر ويحاول حل المشكلة. حقيقة أن الذكاء الاصطناعي ليس علما يعني محصورا حول الحاسب الآلي، هو معتمد بشكل كبير جدا على علم النفس المعرفي، معتمد على الفلسفة، معتمد في بعض الجوانب، معتمد على الرياضيات، معتمد على الهندسة، معتمد على يعني على مجموعة حقيقة من العلوم تترابط سويا فتأتي بالتطبيق، لأن يعني تأتي يعني بنموذج جديد من نماذج الذكاء أو خوارزمية جديدة من خوارزميات الذكاء. خوارزميات الذكاء الاصطناعي سبحان الله يعني تجد مثلا خوارزمية اسمها خوارزمية الشبكات العصبية. اشرح خوارزمية للناس، لأنه مو خوارزمية هي سلسلة، هي معناها سلسلة من الخطوات لحل مشكلة. فقط زي يعني إذا ما نفع الحل الأول زي خوارزمية الميكانيكي لحل. جميل. هذه جميل. مثلا في خوارزمية مثلا اسمها خوارزمية أنظمة الشبكات العصبية، هي تماما تحاول تقليد كيف تعمل الشبكات العصبية في المخ، مخ الإنسان. هناك خوارزمية أخرى اسمها يعني المنطقة الترجيحي. ببساطة أنت عندما تقود السيارة أنت لا تعرف تقريبا، لا تعرف بالتحديد يعني كم سنتي أو متر بينك وبين هذا يعني اللفة أو كذا، بينما الحاسب والأجهزة تحتاجها. العقل البشري إذن لا يعمل بطريقة رياضية بل يعمل بطريقة تقريبية، ومع ذلك يهزم بذكائه، يهزم يعني ويعمل أشياء جدا عجيبة. هناك خوارزمية مثلا بالحيوانات، مثلا هناك خوارزمية أسراب الطيور، يعني تحاكي كيف الطيور عندما يعني سبحان الله تمشي سويا كيف تستطيع تنظيم نفسها وترتيب نفسها. وأيضا خوارزمية مستعمرات النمل، أيضا خوارزمية يعني خوارزميات كثيرة جدا مأخوذة من ذكاء الإنسان ومن ذكاء الحيوان، ويعني وهي حقيقة لا تستطيع يعني دعنا نكون يعني صراحة. سألتني قبل سؤال حول يعني هل وصلنا إلى شيء. المطلع حقيقة يعني الذي يعني يرى التطبيقات ربما يظن أننا وصلنا إلى شيء، لكن حقيقة الذكاء الذي يعني نطمح إلى أن نصل إليه في البرامج الحاسوبية هو أقل بكثير 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 من يعني المتوقع. جميل. هل أصبح هذا التخصص أكاديميا يدرس؟ هو يدرس حقيقة من سنوات طويلة،
عندنا مثلا في المملكة لابد أن تجد مثلا في كلية الحاسب الآلي مادة اسمها الذكاء الاصطناعي، وبعض الكليات تضيف مادة نظم خبرة، وبعضها تضيف مواد أخرى في يعني الـ NLP اللي هو يعني برمجة اللغة العصبية. نعم يعني برمجة اللغات الطبيعية يقال يعني. فهذه يعني موجودة على الحد الأدنى. يعني أنا ما وجدت مثلا مشكلة عندما حاولت أدرس الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي، يعني خلفيتي كانت هي مجرد مادة واحدة، ولذلك يعني زي ما يقولون بدأنا من الصفر. بس في الوطن العربي ما هي موجودة، هي موجودة في الخارج أكثر. موجودة كتخص ك ك كماجستير أو دكتوراه حقيقة في العالم الغربي، لكن كمواد موجودة عندنا. جميل جدا. طيب نحتاج الماها إلى مقدرات العقل البشري حقيقة اللي استطاع إنه ما شاء الله تبارك الله يصنع كل هذه الأشياء. سبحان الله. يعني العقل البشري أولا يعني لو أردنا أن يعني نتكلم عن القدرة فقط من ناحية البروسس، يعني من ناحية المعالجة، قدرة المعالجة عنده. الكمبيوتر يعمل على معالجة ثنائية فقط. الآن أتت لنا بعض المعالجات اللي هي رباعية وثمانية وكذا، وهي لا تعمل عمل ثماني وإنما تعمل بطريقة المعالجة الثنائية. العقل البشري يعني في الشبكات العصبية الموجودة في العقل البشري هناك عندنا أكثر من 180 مليار خلية عصبية، كل واحدة من هذه الخلايا لها يعني ملايين الأطراف، وكل طرف من هذه هو عبارة عن ترانزستور، عبارة عن معالج. ولذلك هذا المعالجة يقال المعالجة المتوازية، البارلل، هذه المعالجة المتوازية تستطيع أن تعمل يعني مليارات المرات أسرع بكثير من المعالجة الثنائية اللي يعمل بها الكمبيوتر. لذلك الآن يحاولون أن يقلدوا هذا الأمر. يعني أنا وجدت في مؤتمر في بريطانيا قبل كم سنة عالم بريطاني كان يعني مدعوم بقوة يعني من الشركات ومن الحكومة البريطانية وكذا، عنده مشروع كبير لصناعة معالج متوازي. ف يعني ربما يعني مبنى كبير جدا مليء من الأجهزة كله لمعالج واحد استطاع أن يصل إلى 18 نواة، وقول 18 معالجة من 18 يعني معالج، نعم 18 مدخل في نفس الوقت. وسبحان الله يعني هذه واحدة. الثانية قدرة العقل البشري حقيقة هناك نقاط ضعف أحيانا نظنها نحن أنها نقاط ضعف في العقل البشري، هي نقاط قوة. مثلا النسيان، نقول أن الكمبيوتر لا ينسى. حقيقة أن النسيان هو يعني نقطة قوة لدى العقل البشري، لولا النسيان لما كان التعلم. ومثال بسيط يعني الطفل الصغير عندما مثلا أبو اللي عمره سنة لو أنه شرب ماء حار شديد الحرارة ولم يكن ينسى، هل تظن أنه سيشرب ماء بعد ذلك اليوم؟ لن يشرب الماء، ولذلك لن يحصل التعلم. لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة على النسيان وقدرة على العناد أيضا. هذا العناد يجعله يكرر التجربة مرة ثانية وثالثة ورابعة، فيتكون عنده مجموعة من التجارب يكون لها مستخلص، يكون لها شيء غالب. فهذا التعلم من خلال الخطأ. يعني الآن العلماء يحاولون أنهم يجعل الكمبيوتر ينسى بطريقة ذكية، وهناك يعني خوارزميات مثلا يعني تابو سيرش، هذا يعني هذا أحد الخوارزميات اللي موجودة يعني للبحث والنسيان. هناك ذاكرة فيه طويلة المدى وذاكرة قصيرة المدى وذاكرة متوسطة، يعني لأنه الكمبيوتر إذا بحالته الحالية لا ينسى، قدرة على التعلم ستكون أضعف بكثير. من أراد أن يستزيد في هذا الجانب كيف، خاصة المشاهدين؟ حقيقة الاستزادة من جانبين. الجانب الأول هو الجانب يعني أعتقد العلمي والنظري والأكاديمي، وهو حقيقة لطلاب يعني الحاسب الآلي مراحل البكالوريوس والماجستير والمتخصصين، وهذا يعني مجاله أيضا معروف في القراءة في الكتب. ويعني الآن الكثير من المواقع حقيقة اللي تعلم في الذكاء الاصطناعي، وبل كثير من الفيديوهات حتى التي تعلم ومواقع التواصل وغيرها اللي تحاول تربط بين متخصصين. لكن أيضا هناك الجانب التطبيقي، يعني التطبيقات كثيرة جدا الآن اللي جات بطريقة ذكية. يعني مثلا الليجو الصغير، هذا اللي هو الروبوت الصغير، ممكن الطفل اللي عمره 10 سنوات مثلا يتعلم عليه. وحقيقة يعني أنا اشتريت واحد يعني وجدت أنهم كاتبين من 10 سنوات فما فوق،
روبوت يبرمجه الطفل، يتعلم عليه، يبدع فيه، يعني يركبه هو بنفسه، يركب أرجله ويركب بأشكال، بآلاف الأشكال، ويعني لكن هناك مفاهيم محددة فقط في في فيه، يعني مثلا عليه أن يتعلم فقط ما هي الأشياء الأساسية اللي موجودة ممكن يركب منها. فحقيقة هي تنمي الإبداع، التفكير، الذكاء. وأتمنى حقيقة أن نرى مراكز لتعليم الأطفال مثل هذه يعني الأشياء، وهي موجودة الحمد لله لكن على نطاق حقيقة يعني صغير إلى الآن. طيب لعل نختم معك بسؤال فيما يتعلق بالمناهج الدراسية. هل من الممكن أن تكون هذه هذا النوع من الذكاء كمقرر في المناهج، نقول مثلا في الثانوية؟ في الثانوية أعتقد أنه فيه نوع من الصعوبة حقيقة، لأنه يعتمد على أمرين. يعني الأمر الأول يعتمد على المستوى الوعي اللي هو التفكير في التفكير، يعني وهو يمكن يكون يعني في صعوبة حقيقة على الطالب في المرحلة هذه. والأمر الثاني يعتمد على أيضا يعني على مدخلات قبله، وهي يعني أساسيات الحاسب الآلي والبرمجة والخوارزميات والكلام هذا كله. لكن أعتقد أنه في المرحلة الجامعية مناسبة جدا كتعلم. لم تتضمن الآن المناهج الجامعية هذا النوع من الذكاء؟ يقرر نعم يدرس غالبا في المستويات العليا في المرحلة الجامعية. ومن الذكاء الطبيعي مش الصناعي أنه أسمع كلام مخرجنا عندما قال أشكر الدكتور ماجد المرعشي المتخصص في الذكاء الاصطناعي، أن أشكرك جدا، جئتنا من جامعة أم القرى، لكل التقدير سيدي. بارك الله فيك. شكرا. مشاهدينا الكرام، كانت هذه آخر فقرات حلقتنا لهذا اليوم وآخر حلقة في الأسبوع من يوم جديد. نلتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله. نموا ذكاءكم الطبيعي والاصطناعي، كونوا بخير. أشرقي يا شمس منا باشتياق للصباح، يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح، غنت الأطيار لحنا عانقت وجه السماء، تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء، ووئام وسلام، انشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام.